الفترات الأخيرة كان من المفترض أن يكون مع المنتخب، ولكن الظروف. نادر وكيل نادر شوقي وكيل رمضان تصريحات قريبا جدا كان بيتكلم أن رمضان نفسه يكمل في النادي الأهلي ولكن الظروف صعبة. إيه الموضوع؟ عايزين نعرف. كلمني في بعض الأمور المالية، وصل لنا ردهم أو عرض من نادي هدرس فرق. رغبتهم، فبنتكلم في الأمور المالية، لكن حاجتنا لرمضان طبعا، واسم رمضان حاجة هايلة جدا. لكن هو اعتقد رغبته في ان هو يكمل هتساعد النادي الاهلي، ورغبتنا احنا كمان طبعا، هو ده رغبة النادي الاهلي اولا. بس هم طالبين طلبات مالية ممكن تبقى كبيرة شوية، فهنشوفها بندرسها معاهم يعني من خلال نادر شوقي. يعني من الممكن ان هي ده يحسم امتى؟ لازم في الفترة الزمنية الصغيرة اللي جاية ديت، لان هو في الاول والاخر اخره قعد 1/7. فلازم قبل 1/7 يكون كل الامور منتهية. طيب، هل وليد ازارو هيستمر مع النادي الاهلي؟